أتقدم أبو أيمن، أتقدم بكل ثقة. بشويش بشويش ابو ايمن بشويش. استنى 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 يا عبد العزيز، يلا روح افصل دبلك. ها يا بطل ما شاء الله. كفو. وحش 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 ما شاء الله تبارك الله، طالع من غير دبل. بشويش بشويش على مهلك. هادي ما شاء الله تبارك الله. هذا بالربع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقول له هذه اللي وياك شي براح. أرجع ورا أخذ لك عزيز. دعسه يقول روح اجره. ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله. احشى ربع ليش تغير نمر هنا يا شنب؟ ارجع ارجع خذ لك من هنا. ما تيجي معك يا شباب من هنا، ما تيجي انزل. اي لا ترفع رجلك. شفت العزم هذا اللي هنا ما له سنة، العزم ده تاخذه من ورا مترين ثلاثة. روح اجل هنا بعد بوابة. شفت كيف يا شرب كيف الحال؟ حياك الله. هادي هادي سريع. يا ويلك ويلك تعال. يا ويلك. ما شاء الله تعال عشان بيمشوا الناس. ما شاء الله تبارك الله. والله هذا خدعني. امشي زين اقول لك بس تعال. من بعيد يا جماعة الخير والله كنا لا. لكنه ما شاء الله تبارك الله. خذها بهداوة من البداية بعدين ارجع. شوف السيارة كيف تمشي معك. هذا الكلام.
روح على مهلك روح. ما شاء الله كفو. ويجي السيارة ما شاء الله. محمد على رواق على رواق. يا شنب على مالك على مالك. يلا يا ايمن يلا. هذا اخونا ايمن ما شاء الله تاهو 2014. وقف يا براد وقف براد وقف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيصل؟ ايه فيصل. يلا روح روح روح. وين طالع؟ جيو جيو. شوف يعني انت طلعت وقصينا عنك التصوير وقلنا كل شيء له امور طيبه، استهونت فيها، تجي في الاخير تدعس ما تطلع معك سلام. مع نفسك. يلا اوكي نستفيد منه حفله. امسك اللسان. هنا هنا عينك في الكاميرا. عينك في الكاميرا عينك في الكاميرا. دقيقة دقيقة وقف. والله اثنين انتم. يلا هذا طلع. يلا انك تعينه. روح الان. خلاص خلاص قول له خلاص. هلا بالله ما شاء الله تبارك الله. رجعنا ما اخذنا له تصوير، كان الراعي البرادو حايس الدنيا هناك. روح يا سنة.
ما اعرف الجمعه الثانيه وين حنكون. هي افكار تتولد، نشوف فين، نحاول نجيب مشدات عاليه كذا، يعني كذا اختبار قوه، اختبار خبره، اختبار كفاءه سياره. الجمعه الجايه ان شاء الله نفكر في شيء جديد. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا تقف هنا. شوف هي ايش العمليه يا شباب، انك اول شيء تشوفها انها سهله فتبتدي ترفع رجلك، يوم تيجي في اخر المطلع تقابلك اشياء. الدعس عند المطلع عند الصعوبه نفسها ما عاد ينفع، هنا العزم. وحش على يدتسم كنا قاعد اوشوش في الكاميرا كيف يا ابو فيصل. بس يا حسان اخر شيء السياره اللي عندها وقفت. لا زي ما انت ارجع وقد وادعس هو اهم شيء غير خطك الحوض الشيء هذا شد ان شاء الله تبارك الله. ايوه صح عليك ما شاء الله. روح روح الله اكبر ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا راح على مهلك عشان الحق اصورك. بشويش بشويش دقيقة. ان شاء الله يا عمر. لا هذه هذه دقيقة يا حسن خل اللي في جيوبه. ما شاء الله عليك بطل. طق 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 هذه الهيات يا ولد. ليه؟ لا لا انزل انزل. طبعا ما يقدر يطلع من هنا لان الكفرات خلاص ثولثت معه، واحد طاير وواحد نازل، فصعبه ما تقدر. الباور كذا ضاع الان من هنا. عد العقبه الاولى. ما عندي ما عندي كفراتك مليانه هواء. كفراته مليانه هواء. هلا بالفجيه ما شاء الله تبارك الله. روح يا شنب روح يا بطل روح يا وحش دلع نفسك. والله مهتم فيك هذا اصور لك سلام. ما ادري هو خويك ولا هو معجب في السياره. ولا تخيب ظنه كفو. هاي امشي روح روح
ايوه هنا على مهلك شويش روح يا بطل ما شاء الله تبارك الله يعطيك خير ويكفيك شر ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا غالي كيف حالك كل الناس تعرفه صح اول مره يجي ولا يهمك يا هلا والله وسهلا فيك الله يبارك فيك يا حسان الدباب خلاص وقف الرايق ها وبكذا نقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب شرفتنا ونورتنا القناة السعودية SBC برفع تقرير على برنامج أعتقد صباح الخير ما هو إلا شيء يعني من الأشياء اللي احنا نصورها من المضمار اللي احنا نصنعه للترفيه للشباب السعودي الشباب الشيء اللي يهوي شغول يعني يهتمونه كلهم هذه رياضة ما نقدر نبتعد عنها ولا كم ما لها داعي نصور كم ما لها داعي سيارات الصناعة الدفع الرباعي تتصنع فهي حاجة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يلا 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 سريع شيء الشباب كله يحب يمارس هذا الشيء ولكن يا أخي تعالوا خلنا نقول لك حاجة واحدة مارس الشيء ذا عادة يا أخي تعال مارس الحاجة دي بس مارسها بخبرة ترى والله العظيم أقول لكم يا ما في بني آدم دخل البر وفاهم كل شيء إذا ما تعرضت لأشياء علم ولدت في يدك طارة مستحيل إذا ما تعلمت هذه الأمور من هنا مش من عندي إذا ما تعلمت الأمور بممارسة يعني مش من عند قناة رواد بحر لا إذا ما تعلمتها في المنطقة هذه في أي مناطق برية صادفتك هذه الأمور هنا أنا مسوي مضمار يعتبر صناعي لكن الطبيعة الداخلية مختلفة وفيها أماكن أقوى من كده بكثير يعني هذا تقدر تقول عليه درس أول أو درجة أولى سريع يا ولد ما شاء الله تبارك الله يا ولد يا كابتن يا كابتن على مهلك على مهلك على مهلك عشان أصور ما شاء الله تبارك الله روح روح يا ويلكم اثنين حصين طارت الكبوت ما فيه ايوه الحصين يا ولد ايش سويت يا ولد ارجع ارجع انت شايل كبوت الحصين كله طارت دفوا اما الدف يا شلل اه والله ده السلف قدامي يا ولد هذا ما شاء الله تبارك الله روح يا شلل بس منين ما يجي اي ارجع يا ولد بيسحب الهمر يلا عشان ابغى اقفل
وبكذا نختم مع هذا الأخونا، لأنه بصراحة الصلاة قامت هناك ولا ما يمدينا نكمل معه. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.